الخير واهلا وسهلا بكل اللي قرروا يتابعوا برنامجنا لليوم مباشره على الال بي سي الفضائيه وروتانا خليجيه. شو هي ابرز اتجاهات مكياج العروس لعام 2017؟ وهل العروس لازم دائما تكون على الموضه او لا تكتفي باللي بيلبق لها؟ تفاصيل اكثر حول هالموضوع بفقرتنا التجميليه. كثير مرات بنشعر بالجوع بالليل وما بنتردد ابدا عن تناول الطعام، وهالامر بيتحول لعاده سيئه ممكن من خلالها نكسب كم كيلو. شو الحل؟ اجابه بفقره التغذيه لليوم. حلقتنا لليوم رح تتضمن عرض ازياء مباشر باستديو بي لايف، ولكن هالمره ازياء لاميرات صغار وموديلات من السحر والاحلام. اما هلا فرح ننتقل الى فقره مطبخ بي لايف مع الشيف ونانسي لنشوف شو هي وصفه اليوم. وبضيافتنا اليوم الشيف حنان داوود، ومثل العادة هيك أطباق مميزة وأكلة أطعمات غير شكل. أهلا وسهلا شيف. أهلا. شو محضرتي لنا لليوم؟ اليوم رح نعمل مغربي لبناني. شفتوا الطاجين بس مش مغربي؟ طبعا. رح نعمل سمكة حارة بالطاجين. اوكي سمكة بعد ما حضرنا الشيء ما بعد الشيء؟ لا بعد ما في شيء. اوكي شو المكونات تبعها؟ المكونات تبع السمكة حارة، احنا عندنا ملعقة سمك فيليه لقص، رح يكون اول شيء رح نعمل الصوص لحالها كلها، فليفلة ملونة، بصل، نفرم بصل وثوم، نفرمهم مع بعض، نحط الفليفلة، بندورة، ملح بهار، رشة حر. كمان في حر انا صغير كمان. اوكي نتفت حامض صغيره، وراح نحط تحت اللاير راح يكون انا عامله بصل مع جزر تحت، بعدين بنحط سمكه، بعدين بنحط بنخليه يغلي هون. بصل والجزر يعني بتكون مقليتي اول شيء؟ يعني راح نقليهم مع بعضهم هون. أوكي. بعدين بحط الجزر، بكون مسلوق بحطه بس ما يحترق الفيليه تبع السمك. اوكي بعدين برجع بحط الصوص، بعدين بسكر عليه بخليه بيستوي في عوض الفرن. سمكه حره متعودين نشوفها بالسمكه كبيره مع حامض والصوص اللي فوق اللي هي البيروتيه بالفرن. هلا بنشوفها على طريقه الطاجين، يعني راح نطبخها بالفخاره. حلو الفكره وصحيه كمان. طيب نفس الشيء يعني شيف، اكيد نحن خلال حلقتنا راح نطلع عليك ونتابع كل التحضيرات معك، يعطيك الف عافيه. اما هلا خلونا نشوف مين عم يحتفل بعيد ميلاده. تحتفل اليوم الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري بعيدها 63، وقد بدأت أوبرا مسيرتها كمراسلة لإحدى قنوات الراديو حين كانت في 19 من عمرها، لتنطلق لاحقا إلى عالم التلفزيون من خلال برنامج صباحي، قبل أن تصبح اليوم رئيسة لمحطة خاصة تحمل اسمها، وهي اليوم إحدى أكثر النساء تأثيرا في الجمهور، وقد حازت على مئات الجوائز التكريمية منذ بداية مسيرتها وحتى اليوم. وعاء بالمية للمغني والمسرحي آدم لامبرت الذي باع منذ 2009 3 ملايين نسخة من ألبوماته و5 ملايين نسخة من أغنياته المنفردة، وهو يطفئ اليوم شمعته 35، وقد كانت انطلاقته الفنية من خلال برنامج أمريكان آيدل. وفي ختام جولتنا نعايد الممثل السيناريست والمنتج السينمائي توم سالك الذي يحتفل اليوم بعيده 72، وقد اشتهر من خلال المسلسلات التلفزيونية أبرزها ماغنوم بي آي وجيسي ستون، كما أنه أطل وشارك في أكثر من 50 فيلم سينمائي ونال عشرات الجوائز. عقبال المية للنجوم ولكل من يحتفل اليوم بعيده أيضا. لكن هابي بيرثداي لكل يلي اليوم بيحتفل بعيد ميلاده، وإن شاء الله كل أيام تكون فرح يا رب. نانسي بتعرفي كل يوم عنا ألاف من الأخبار حول العالم، خلينا نتشارك سوا ثلاثة منهم. يلا ونبلش بأول خبر عن أشهر ثنائي بهوليوود وهو أنجلينا جولي وبراد بيت. وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية أنه أسرار طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت على وشك أنه تنكشف للعامة من خلال دوكيومنتري أو فيلم وثائقي تحت عنوان بروكن، رح يتم عرضه قريبا ويتناول الأسرار الحقيقية من وراء طلاقهم.
ورح يبين الأسباب يلي دفعت أنجلينا لتتقدم من الانفصال عن زوجها بعيداً عن الشائعات يلي تم نشرها مؤخراً. وبطلب وإيان هولبرين هو المخرج لهالفيلم. أوكي. وبيتناول هالفيلم بداية علاقة أنجلينا جولي وبراد بيت يلي بعدين تكللت بالزواج وكانت مفاجأة للجميع. من بين الأسرار كمان نانسي يلي رح يتم كشفها هو إنه هالثنائي هن فعلاً انفصلوا قبل عام كامل. وكمان رح يتم نشر صور ما انعرضت قبل للثنائي الأشهر بهوليوود. أوكي. يعني عن جد وقت اللي تزوجوا كانوا حديث العالم وقضيتهم شغلت كل هالناس، وهلأ كمان وقت اللي عم بيطلقوا ذات الشيء. بس بتعرفي نانسي نحن فكرنا انه ضلن خبوها هيك سر، ما كانوا بدهم يعلنوا ولا شيء عن طلاقهم، هلا عم نشوف انه لا كانوا مخبيينها لهالوثائق اللي رح يوضح كل شيء. اوكي، ويمكن كانوا ماضيين على اتفاقيه بين بعض انه ممنوع يحكي حدا عن الثاني عن سبب الطلاق وسبب المشاكل، وهلا بفتكر حطوا معينين قاضي خاص لهالمشكله هيدي او لهالدعوه هيدي. يعني ما حدا بيعرف شو في بكل بيت وبين كل كابل. اللي بيقولوا انه طبعا الناس رح تكون منتظره الخبريه او اخبارهم دائما، حتى اللي بتعرف ما بحبوا ابدا الثفره، الناس بحبوا الجاسب كثير، بيموتوا بالاخبار. انا خبري عن المغرب، جبت لك خبريه يا حنان لإلك طبعا ولكل يلي بيتابعونا بالمغرب. وبيقولوا بتقول الخبريه اختبر المغرب اول قطار سريع عفوا بافريقيا قبل اطلاقه على خط جديد بيربط مدينتي طنجه والدار البيضاء، ومن المقرر افتتاحه بحلول العام 2018. وبتبلغ سرعة القطار 322 كيلومتر بالساعة، وهالشي بيعني انه الرحلة بين المدينتين رح تستغرق بس ساعتين بدل اربع ساعات. وبتنهز كلفة المشروع ملياري دولار، وبدأ العمل عليه من حوالي العشر سنوات بتمويل من الحكومات المغربية والفرنسية والسعودية والكويتية والإماراتية. والمشروع هو جزء من برنامج أوسع للحكومة بيستهدف البنية التحتية وبيضمن أضخم محطة شمسية لتوليد الكهرباء، فضلا عن الموانئ الكبيرة يلي من شأنها إخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي. طبعا هو هالإنجاز هو مفخرة لأفريقيا، وراح يسهل كثير مجهود وتعب ووقت يمكن للناس للسواح او للاشخاص يمكن كمان اللي بيكون عندهم بزنس بين هالمنطقتين. اكيد نقول الف مبروك للمغرب. رح ننتقل نانسي الى اخر خبر معنا لليوم. ومن بعد ما قام بعمليه سطو ببنك بكنساس بالولايات المتحده، اعترف رجل عمره 70 سنه انه هو بفضل ينحبس على انه يضل مع مرته. اف. واقر لورنس رابل انه هو مذنب بالسطو على البنك، وهلا عم بيواجه عقوبه سجن بتوصل لل 20 سنه. استولى رابل على ما يقارب 3000 دولار بالبنك، وبعدين جلس بصاله الانتظار وتوجه بالكلام الى احد الحراس وقال له انت الرجل يلي عم فتش عليه. وبيقول وكيل مكتب التحقيقات انه لورنس تخانق مع مرته قبل وقال له برساله مكتوبه انه هو بفضل انه يفوت على السجن من انه يضل معه بالبيت. ومرته رفقته الى المحكمه، حيث رفض الزوجين انه يعلقوا على الموضوع من بعد ما اطلقت المحكمه سراح الرجل مقابل دفع كفاله. يعني غريب، ما بعرف شو اللي صار لي لحتى وصلته لهون، او لك تضربه معقول او شيء، ما بعرف. يعني ارتكب الجريمه وسلم حاله بس ما بده يروح عند مرته. ونانسي كمان هو رجال كبير بالعمر، عمره 70 سنه، يعني 20 سنه تحبس خلص راحت حياته، يعني قدام عذبته مرته. طيب هلا رح ننتقل الى اول فاصل بحلقتنا، وبعده بنبدا بلقاءاتنا المباشره، خليكم معنا. يلا. عودة لمتابعة بي لايف، ومننطلق هلأ بمواضيعنا. وهل في سن مثالي للحمل؟ وإيمتى ممكن للمرأة أنه تنجب؟ وكمان إيمتى بتصير بدائرة الخطر؟ هذا هو موضوعنا الطبي اليوم مع ضيفنا الاختصاصي بالجراحة النسائية والأمراض النسائية عفوا والتوليد، الدكتور لبيب غلمية. أهلا وسهلا فيك. هاي، كيف شو أخبارك دكتور؟ الحمد لله. دكتور، بداية هل فعلا في سن مثالي للحمل؟
هلا هيدي مثل المليون دولار كويستشن، يعني كثير ناس بيسالوها، كثير من النساء بتعرفي بخافوا انه صاروا بعمر معين. صراحه ما في رقم يعني سحري، بس اكيد لوجيكلي يعني اذا سيده كانت كل ما تكون اصغر بالعمر كل ما طبق البويضات تبعولها افضل، كل ما التشوهات الخلقيه بتكون اقل، كل ما المشاكل خلال الحمل بتكون اقل. بس مش هذا هو الجواب النهائي، لانه كمان السيد اذا كانت صغيره كثير بالعمر يعني تحت عمر العشرين هي عندها مخاطر، وطبعا فوق عمر الأربعين كمان في مخاطر. فهو الرقم تقريبا بين العشرين والخمسة وثلاثين فينا نقول، بس رح تقولوا لي هذا رينج كبير، وهلا فينا نحكي شوي اكثر اي عمر يمكن شوي احسن من غيره. بس هيدا جنرال رول، يعني منا انه في منشوف كثير ناس دكتور فوق ال 40 عم بيجيبوا اولاد بكامل صحتهم، يعني ما في يعني اكثر النساء اللي بيصيروا حوامل بعد عمر ال 40 عم نحكي طبيعيا ما بيكون عندهم مشاكل. بس اذا بناخذ الكميه من هالنساء قديش منهم بيصير عندهم مشاكل وبنقارنهم للناس اللي عمرهم 20 25 30 35 طبعا عندهم مضاعفات اكثر من غيرهم. طيب في حال حبلت الامراه بعمر مبكر، هل في محاذير معينه؟ هلا ايه، نحن بنقول اذا قبل عمر ال 20 يعني بنسميه تين بريجنسي، اما الحمل ما دون العمر يعني بالعمر المراهقه، هدول طبعا السيدات في منهم بعدهم ما بلغوا على الاخر، في منهم بعدهم عم يتطور جسمهم، معرضين اكثر من غيرهم يعلى ضغطهم خلال الحمل، الولاده يمكن تكون اكثر ولاده قيصريه لانه الحوض طبعا ما بيكون حاضر، فاي في عده اشياء. وبلس اكيد ما ننسى المشاكل الاجتماعيه، هدول البنات يمكن صار الحمل ما كانوا متوقعينه، تربيه الولد ما في توعي كافي، مثل ما قلتي تربيه الولد منا هينه لما وحده عمرها 18 سنه منا ناضجه، صار لها سنه مجوزه يمكن وفجاه صار في ولد بين ايديها، يمكن منا هينه، يمكن هي كمان بعدها هي ولد بحد ذاته تهتم بولد ثاني منا هينه. صح. وكمان يمكن هي ما عم تشتغل، في مشاكل اجتماعيه، مشاكل فاينانشال يعني ماليه، يعني في عده اشياء بتلعب دور. فمش هيك عم نقول كمان لما السيده تصير حامل هذا ضغط على جسمها، يعني السيدات اللي بصير عندهم حمل بعمر 18 20 22، هول ممكن صحتهم بالمستقبل تتدهور كثير اسرع من سيده بتحبل بعمر 30 او 35. فهيدي كمان يعني مش دائما كل ما نكون اصغر افضل. فمشان هيك الدراسات طلعت انه يمكن العمر المثالي لسيد اذا ناخذ كل هالعوامل سوا يمكن حوالي العمر ال 34. طيب هل ممكن الحمل يصير بسن متقدمه جدا من دون تدخلات طبيه؟ يعني مثلا جانت جاكسون هلا جابت ولد عمره 50 سنه. هلا اكيد بنشوف كثير من السليبرتيز بيحبلوا بعمر 45 و50، هدول ما بيكون حمل طبيعي، يعني اذا بناخذ سيده عمرها 45 سنه صحتها جيده، الاحتمال انه يصير عندها حمل طبيعي عمر 45 تقريبا 1% او حتى اقل، يعني كثير رير لوحده عمرها 45 يصير عندها حمل لحالها، فهدول اكيد خضعوا لعلاجات طبيه ليصير عندهم حمل يعني. وكانوا مراقبه دائمه هن والطبيب يعني طبعًا على طول. طبعا طبعا، بس بتشوفي اكيد ناس بعمر 50 بيصير عندهم حمل، هدول اكيد بكونوا بويضات متاخذين من سيده بعمر اصغر. بس فبنحب نقول تقريبا يعني منطمن السيدات، خاصه هلا البنات عندهم كاريرز، عندهم يعني بيشتغلوا اكثرهم وعندهم اهداف بحياتهم، انه معلق اذا اجلوا شوي الحمل، اما الزواج لعمر 30 32، بفتكر عمر 32 لل 34 هو عمر مثالي ليجيبوا اول طفل عندهم، لانه بتكون صحتهم جيده، بيكون وضعهم الاجتماعي مستقر، عم بيطلعوا مصاري، انجزوا كثير اشياء بحياتهم، بتفضوا يمكن بعدين للطفل لما يخلقوا، بلس صحتهم حتكون واحتمال تشوهات ومشاكل بالحمل حتكون خفيفه. طيب دكتور، تقنيه الايج فريزنج يلي هلا منا كثير شائعه عندنا ولكن اكثر بالغرب، شو بتخبرنا عنها؟ هلا الايج فريزنج عم بتصير شائعه عندنا بلبنان، بعد في كذا مركز بلبنان عم بيعمل ايج فريزنج، طبعا بعدها بالبدايه حتى بالبلاد الغرب، بس عم تتطور كثير بسرعه. وهيدي طبعا كمان شغله منا فكره عاطله، انه اذا سيده ما لقت الشريك تبعها وبدها عندها كارير قدامها، عم تشتغل عم تطلع مصاري، ما بده يصير عندها حمل هلا تنزع جسمها هلا بهالطريقه، اذا هي عندها يعني اذا جسمها ضروري لشغلها مثلا بحالة مجال فيها تعمل ايج فريزنج طبعا، والتقنيه عم تتحسن، فليه لا؟ ليه لا؟ وصاروا هول المراكز موجودين بلبنان، يعني عندنا حلول كثيره. مزبوط. طيب دكتور، هل في قواعد يمكن اساسيه معينه صحيه لازم تتبعها السيده اللي هي فوق ال 35 سنه؟
هلا دائما نحن بنقول انه التخطيط للحمل ضروري جدا. نعم. يعني اكيد فحوصات باي عمر؟ باي عمر طبعا، فحوصات عامه قبل الحمل، ياخذوا فيتامين الفوليك اسيد وفيتامين بي 9 كثير مهم، بخفف من تشوهات عند الجنين، بخفف ممكن الطلق المبكر عند بعض هالسيدات. نعم. يتاكد انه كل الطعومه ماخوذين، الفحوصات العامه مظبوطه كمان، ما في فقر دم، الغده شغاله مظبوط، ما عم يدخنوا، ما عم يتعرضوا لالكول ولا لاشياء معينه. سو تحضير للحمل هو اهم استراتيجي ممكن ياخذوها ليكون الحمل سليم. طيب دكتور، في حل؟ سوري قطشتك. لا، كان بتقول انه ما يصير في مضاعفات، كل ما نحضر قبل كل ما المضاعفات تكون اقل. اقل. طب في حال امراه حبيت انه تحمل بعمر متقدم، شو هي التعقيدات اللي ممكن هيك توقف بوجهها؟ هلا اكيد حسب وين بلشت هي، اذا كانت هي صحتها جيده مضاعفات حتكون قليله، بس من الاشياء اللي بنشوفها كثير هي اول شيء الضغط اللي بيعلى، شيء بنسميه بريكلامسيا، هن معرضين اكثر من غيرهم يعلى ضغطهم. هلا اول شيء اول فتره من الحمل الاجهاض، يعني يروحوا اكيد الاحتمال اعلى، اذا كان عمرك 20 عندك احتمال تقريبا 5%، لما يصير عمرك 40 الاحتمال 50 و70% انه يصير في اجهاض بالفتره الاولى من الحمل. سو الاجهاض هيدي وحده من الاشياء، وطبعا هي يعني مؤلمه لسيده صار عندها حمل على ال 35 وال 40 وروحت تتضايق كثير، فالاجهاض وحده منهم بنشوفها، الضغط العالي، السكري كمان ممكن يعلى سكر الحمل طبعا، نمو الجنين ممكن يتاثر، ففي عدة اشياء مضاعفات ممكن تصير، بس اهمها هي التشوهات الخلقية اللي هي كمان اعلى شوي نسبتها، بس ما بدنا نخوف النساء، بالعكس النسبة بعدها قليلة، يعني سيدة عمر 35 الاحتمال يكون في تشوه تقريبا 0.5%، يعني اقل من 1%، يعني 99.5% ما حيكون في تشوهات، بس دائما السيدات بيطلعوا على الجهة السلبية، يعني بالعكس بنطمنهم انه حتى على ال 40 الاحتمال 1%، يعني ما انه كثير عالي، بس طبعا اعلى من سيده عمرها 20 و25. طيب دكتور، شو صحه مقوله انه السيده اللي تعرضت لاجهاض اول مره ممكن انها تتعرض لاجهاض مره ثانيه؟ وهل في شيء علاقه بالسن بالعمر المتقدم؟ طبعا كل ما السيده تكبر بالعمر كل ما البويضه تكون يعني الكواليتي تبعيتها ما نوعيتها تكون اقل، وبالتالي ممكن يصير في اجهاض، وطبعا الاجهاض اللي بيصير اول فتره من الحمل اكثره بيكون بسبب تشوهات خلقيه، اما مشاكل بالكروموزومات تبول الجنين، فاي كل ما تكبر بالعمر كل ما الاحتمال اعلى. هلا اذا صار اجهاض مره وحده طبعا الاحتمال شوي اعلى انه يكون في اجهاض مره ثانيه، بس مش بالضروره. هلا في بعض السيدات تقريبا 1 أو 2% عندهم اجهاض متكرر، هدول بيكون عندهم مشاكل بالرحم، مشاكل بصحتهم، هدول طبعا الماينوريتي مش الاكثريه. طب هل هالشيء وراثي بيكون؟ اكثريه الاشياء منا وراثيه، في بعض الاشياء مثل مشاكل بالدم عند هالسيدات ممكن يكون وراثي طبعا. اوكي. بس هدول الاقليه، فبنطمنهم انه مش اذا صار اجهاض مره، مش انه لازم تقعد 3 أشهر بالفرشه وتتمدد وترتاح. يعني قعده الفرشه بفتكر نحن بنسميها باد ريست بالانجليزي، انا بسميها باد ريست انه هي باد، لانه ما بتضر، بالعكس بتضر اكثر من ما بتفيد، لانه ابدا ما في ابدا دراسات فرجت انه هي بتفيد هدول السيدات. يعني دكتور بتشجع الامراه انه تعمل رياضه هي وحامل؟ 100%، اذا كانت تعمل رياضه قبل لازم تكمل تعمل رياضه، بالعكس لازم تكمل حياتها اللي كانت فيها بطريقه صحيه، يمكن كمان الحمل يكون هو مثل تغير لها لتقدر تحسن حياتها بعدين، بالعكس الرياضه ما حتؤدي للاجهاض. ونصيحتك الاخيره هيك دكتور قبل ما نختم الفقره؟ نصيحتي مثل ما قلت انا، اي ثينك انه يروحوا عند الطبيب قبل الحمل، يعني يخططوا للحمل. هلا بعض المرات بيصير الحمل بالغلط، بس اذا ممكن يقدروا يخططوا له قبل بوقت، يتاكدوا من كل شيء يكون سليم. هلا عم نحكي عن السيده، بس كمان الرجل، يعني صحه الرجل كمان مهمه، عمر الرجل كمان مهم، يمكن مش قد السيده، بس بنعرف الرجل اللي صار فوق عمر 45 اما 50 كمان بيصير في شويه مشاكل، فالرجل والسيده لازم يروحوا سوا عند الطبيب النسائي يحضروا للحمل، وبفتكر هيدي احسن طريقه لينجبوا جنين بصحة جيدة. شكرا دكتور. ثانك يو لكم. ثانك يو دكتور لبيب على حضورك واكيد على كل هالمعلومات يلي شاركتنا فيها. ثانك يو. اما هلا فرح ننتقل الى فاصل وبعده منتبع بفقرة تجميلية عن مكياج العروس، خليكن معنا.
التجميليه يلي رح نخصصها اليوم للعروس. اي مكياج بتختار ليوم زفافه وشو هن العنايات يلي لازم تطبقها قبل هالحدث الموعود؟ بنشوف سوا مع ضيفتنا خبيره التجميل رولا كرم. اهلا وسهلا فيك رولا. هاي رولا، كيفك اليوم؟ هاي نانسي، كيفك؟ تمام، مش الحال رولا؟ شو هي عم بتطلع بالجلول حطته؟ ما بخلوني انا حط هيدا الشيء على وجهي قلبان، كثير دارج هلا الجلوينج والستروبينج كله افكت. عم بينزلوا باليتات معينه بس للهايلايت. اكزاكتلي، كل براند ميك اب صارت عم بتطلع باليت ميك اب بس للالوان، ان كان باودر ام كريم، بس كل شيء هيك فيه لمعة وبيعطي اقلاء اكثر. طيب رولا، بما انه عم نحكي عن الموضه، شو هي موضه مكياجات العروس لعام 2017؟ ميك اب 2017 كل براند، كل ديزاينر، كل براند ميك اب عاملين ميك اب خصوصا لكل برايدل. يعني اذا بتشوفي تنقول دجار ديفرنت عن شانيل، شانيل غير ايف سان لوران، كل حدا عامل ميك اب خاص فيه. بس اذا بدك تشوفي، اذا بدك الان كومان بيناتهم الفيري ناتشرال يلي احنا بعدنا لعرايس بلبنان العروس وقت تكون عرسها مش عم نعرف نطبقها، انه بتكون هالعرسه خلص بتعلي شعرها شينيور وبتلبس اكثر، بتعمل الميك اب القوي والرموش اللي كل الميك اب بدها تكبره وبدها تعمل العيون قوايه والتعب كل شيء. هلا دارج كثير السمبلسيتي، انه يكون الميك اب كثير ناتشرال، ان كان بالوان الشفاف دارج كثير البينك، دارج الالوان الفاتحه، بالتان دارج التان يكون رقيق مش حلو التاي يكون سميك. نعم. دارج مثل ما حكينا على الستروبينج افكت، يعني الهايلايترز، قد ما فينا انه نخلي البرايد تكون مشرقه، يعني وجهها كثير فيه اكلا وعم بتضوي كل ما يكون احلى. بطلنا بقى نركز على انه سموكي، ام كثير رموش، ام كثير اي لاينر. مشان هيك يمكن لازم الصبيه تعتني ببشرتها قبل بفتره. اكيد تحتي من هلا لازم تبلش تعتني ببشرتها. اكيد. والعروس هون قالوا لي بدينتي هون العروس، شو عملتيها؟ عروس 2017 اذا بتريدي. هون مثل ما شايفين نانسي ياسين بالميك اب، ملاحظه حاطين اي شادو ابيض لانه هلا كثير دارج ان كان الاي شادو ام كان الاي لاينر. انا هلا حاطه اي لاينر للعروس، يعني حلو الابيض. لا مش يعني اذا هي لابسه ابيض مش حلو تحط ابيض، بيطلع كثير حلو لانه الابيض رح يعطي اكلا وبيظهر لها البياض تبع عيونها. وهون اشتغلنا بس اي لاينر وشويه شيدنج من فوق. اوكي، مع شويه رموش كمان طبعا، مثل ما شفتي كمان ستروبينج وهيك كمان. اوكي، هون البرايد اشتغلنا كثير اكلا على الوجه، ملاحظه الاضاءه على وجهها، حاطين كثير كثير ستروبينج، كثير لوميير، الشفاف بينك كانه مش حاطه حمراء، كانه هنا لون شفافه هيك. على العيون هلا مش كثير واضحه الصوره، مفوتين شويه بايات. البايات كثير دارج هالسنه، في عالم بخافوا من البايات. صحيح، بس دارج رجع على الموضه ان كان شفاف يحطوا بايات على الشفاف بكميه كبيره، ام ان كان على العيون يحطوا كل العين كلها يحطوا عليها بايات، كثير دارج. حلو من المات خاصه لعرسك على القليله. هون شوي مقوية العيون ومركزة هيك برستيون، يعني في قوينا العيون بس فرجينا حتى انه في حال عروس عبالها تقوي العيون فينا نقوي. هون مش محطوط كثير ميك اب بس القموش قد ما كترنا ماسكارا من فوق ومن تحت عطى هيك الافيه العيون فاتحين اكثر. بس عملنا الشعر ليك قد سمبل الشعر مثل الباليرينا، والحمرة كثير سمبل والبلاش وكل الفاونديشن كثير ملونه. ويمكن لانه عيونها ملونين نانسي كمان، اذا قويتها مش ببين اسود مثلنا نحن عيوننا. مضبوط، والحلو الحلو هالتا يلي عم بتحطيه رولا كثير ناتشورال، ما فيها التحديد هيك الكونتورينج. اكيد بنلاحظ انه كانه هيك كله دارج كثير. مضبوط، في كثير ميك اب ارتست بعدهم عم بيتبعوه لانه في عالم عم يطلبوه، بس الكونتورينج بطل دارج كثير. نعم، صاروا بالعكس بدل ما يحطوا كونتورينج تيغمقوا بالمحلات، صاروا عم بحطوا هايلايتر يلي هو ستروبينج تيفتحوا محلات تيعم يبرزوا بين الافيه 3 دي، انه يبين محلات. طيب قديش الزبائن عم يتقبلوا هالموضه هلا؟ يعني قد ايه مثلا بتجي عروس بتقول لك اوكي انا بحكي لك شغله بس ثقيل، بس وقت العروس نهار عرسها اهم شيء بتقول لك انه انا بدي ميك اب يضاين، بتخاف اذا عم نحط لها شويه لمعه وبلشت تاخذ صور وخلال النهار بلش يعرق وجهها، بتخاف انه خلال النهار تعوز ترجع تحط باودر، ام بالصور يبين وجهها كثير عم بلمع. بس هي لازم تعرف انه احنا البرودوي اللي عم نحطه هو بنخلي البارت اللي لازم تكون ناشفه تضلها ناشفه مثل الانف مثلا والجبين يضلوا ناشفين ما يلمعوا، والبارت اللي احنا بدنا اياهم يلمعوا يلمعوا ما يلمعوا زياده خلال النهار. هيك لا بكره انا ماني هون بعد بكره. بليز بترجيكم خلوني شي مره. طيب رولا، هل تنصحي العروس انه تحط بيرمننت اي لاشز، يعني رموش اصطناعيه بتضاينها كثير؟
كل شيء بيرمننت، ان كان بالتاتواج بيرمننت ليبس وبيرمننت اي براوز واللاشز، فضل تركبهم قبل بشهرين تقريبا لتشوفي اول شيء كيف شكل عيونها عم بيطلع فيهم، لانه ايام بتغير النظره كلها، بتتعود عليهم شوي شوي، بتتعود، في منهم بيعملوا حساسيه عليهم. مزبوط، ما في قبل بحسوا بتقلي يمكن، ايه بتعملهم قبل بوقت. شفت هلا فرجينا تو ستايل، القوي والناتشرال، هيك بتتعود على حالها، لانه حلوين من بعد العرس بالهانيمون تكون ترتاح يعني من تركيب الرموش، وبعدين بيعطوا هيك نظره حلوه للعين، نظره حلوه بلا ما يبين انه في شيء مثل القموش اللي بنحطهم للميك اب، لانه بيكونوا كثير ناتشرال وشعره شعره، سو بيعطوها هيك انه كانه هي مكياج بس ما بتكون مكياج. حتى اجى بدي اقول اذا ما حاطه مكياج يعني بيعطي افيه حلو، بيعطي افيه حلو. اوكي، وهذا طبعا بينطبق على الاي لاينر، يمكن التاتو او الحواجب قديش بيريحوا، والشفاف كمان اكيد. دايما بنقول هلا اكثر وقت، هلا اذا العروس عم تفكر تشتغل انه تعمل تتواج لحواجبها ام لشفافها، هلا هو الوقت. نعم. لان لازم تتعود على حالها، في حال صار في شيء ما حبته هي فيها تضل، انه في بوسيبيليتي تمحي قبل العرس. في كثير عالم اون ذا سيف سايد، ايه اكيد، في كثير عالم هلا عم بيدقوا مثلا انه عاملين تاتو مثلا من قبل بدهم يمحوا هلا لانه مش حابين اللوك بقى القوي، بدهم شيء لوك اكثر ناتشرال واشقر، وما يستخدموا ابدا الوان غامقه عم يغيروا لوك توتالي، يعني حواجبها تنقول ستريت ضلها بنفس الشيب تبع الستريت، بس تعبيهم شوي، بنعبيهم شوي لانه ما بدها نهار عرسها تبين شخص ديفرنت، يعني غير هي معودة على حالها، وما بدها ياثر على الميك اب كله ان جنرال، يعني لازم تكون بس شيء كثير ناتشرال تزيد لما تندم. طيب رولا، في تقنيه هلا كثير دارجه وهي برم رموش، شو رايك فيها؟ برم رموش، انا هلا بعد جمعتين رايحه على سويسرا اخذ التريننج مع الشخص يلي هو اخترع هيدا التكنيك. نعم. يلي هي اول شخص اطلق تيومي لاشز، معروفه هي بيومي لاشز، هي لاش ليفتنج اسمها؟ هو لاش ليفتنج، ايه، بيستخدموا برودوي مثل الكراتين وبيقلبوا الرموش لفوق بهيدا البرودوي، ما بتاخذ كثير وقت وصحيه، ما بتاذي ابدا الرموش. نعم. ما في انه تعالى نفكر كراتين يعني بفزع، هو ابدا ما بفزع لانه كثير ناتشرال، ما بيجي على الباس تبع الشعره، بيستخدموه بس من النص لفوق، بتشقل الرموش ما بيزيدوا شيء، يعني رموشها هي ما بيزيدوا، هن نفس الرموش. نعم. نفس الرموش الكلاين، بس بينقلبوا وبيصبغون كمان ايام الوان غامقه مثلا بلاك وهيك، بتبين كانه حاطه كل الوقت ماسكارا، كانه هي شقلتهم. حلو. طيب بالنسبه للشفاف، تاتو شفاف، هل بعده دارج؟ تاتو شفاف كثير دارج. عم نروح صب اي الوان؟ اكثر شيء عم بيطلبوا الالوان البينك الفاتحه، بيبي بينك بنسميه بيبي بينك ام بيبي بلاش، البلاش الافل مثل كانه كيف شفافها احمر هي على البحر، ام كانت مقربه ام شيء وحمار الشفاف، نفس الافيه دارج، بيعطي هيك هيلثي انه كانه الشفاف فيهم دم اكثر، فيهم حيويه اكثر، بالاخص للي عندهم شفاف بيض ام شفاف رماده مثلا، بيكونوا بالدول العربيه بيكون عندهم شفاف شوي غامقين شوي ديك، بيعملوا هيدا الشيء تيخلي الشفاف يقلبوا على بينك اكثر ويعطون هيك نضاره واكلاء اكثر. اوكي، وقد ايه بداين تقريبا على الشفاف؟ الشفاف بداين اكثر شيء، هو والاي لاينر بداينوا اكثر شيء تقريبا من سنتين لثلاث سنين، بس كل سنه ونص من ننصح الكلاين تعمل رتوش. والاي لاينر كيف دارج هلا؟ ينحط اي لاينر ولا بين الرموش كانك عم بتعبي الفراغات؟ اسمه لاش انهانسمنت للاي لاينر، يعني ما بيطلع الاي لاينر لبرا، اذا الكلاينت مغمضه عيونها ما ببين، بس وقت تفتح عينها ببينوا كانه مكحلين، كيف كانه حاطه كحل من قبل بيومين، غسلت وجهها وبقى الكحل بين الرموش نفس الافاده، وبعدين بتزيد هي اذا الكحله شو بتعمل؟ مثل مثلا كل خمس دقائق ما هي لانه بين كل مره براي لانه بين اللاشز يعني ما ببين ابدا، بيكون كثير ناتشرال بيعطي كثير حلو. طيب نصيحة أخيرة منك رولا لكل هيك صبية عم تتحضر لعرسها، بنصحها تبلش تحضر من هلا، مثل ما حكينا بالأول السكين لازم تتابع البشرة تبعيتها، إذا عندها درماتولوج تروح لعندها. نعم. إذا في أدوية لازم تاخذهم قبل بوقت. بالنسبة للبيرمننت ميك اب قبل بوقت تحضرون، قبل ثلاث أشهر أم أربعة أشهر مينيموم، لإذا في شيء ما عجبك ترجع بتظبطه قبل العرس. وبالنسبه للفستان وللشعر ولكل شيء تقرر، اذا هي فستانها بدها تنقيه كثير ترلالا بدي اقول لك، ام شعراتها بتعملهم كثير تعليهم وتعمل كثير شينيو وهيك، تتبع الميك اب البسيط والناعم والعكس كمان، يعني اذا بتعمل ميك اب قوي تنقي كل شيء ثاني نفس الشغل. ميرسي رولا، يعني انا بقدر اقول لك انه بشرتي اهتميت فيها، التاتو نهار على حالها بس بقي العريس انت بتلاقيه. ميرسي رولا، بشوفك الاربعاء. ميرسي كثير، ثانك يو. خلينا
ننتقل لعند الشيف حنان داوود لشوف وين صارت بتحضيراتها. وكمان اهلا وسهلا بنرحب فيك مره جديده حنان، وبالمطبخ كمان معنا اختصاصيه التغذيه لانا عريسه. اهلا وسهلا فيك، ضيعتيني في اشياء كثير طيبه لانا. رح ارجع لك طبعا. عم نحكي اليوم عن عادات سيئه هيك قبل النوم بتصير معنا قبل النوم، ولكن كمان معنا الشيف اليوم حنان عم بتحضر لنا طاجين على اللبناني، صح؟ وين صرنا شيف؟ سمكه حاره على اللبناني. لا اذا بدك هيك شوفي شو المكونات اوكي شو عملنا، خلينا نرجع نذكر. اوكي هلا عملت انا تحت حطيت بصل كرمال بس ما ينحرق الفيليه، حطيت فيليه لقص اوكي، حطيت تحت منه بعد جزر، بعدين حطيت الفيليه، حطيت الصوص اللي عملت الصوص، عملت قليت بصل ثوم، حطيت فليفله حمراء خضراء اصفر ملونه اللي بدك اياه، حطيت بندوره ملح بهار، حطيت شويه هريسه نتفه صغيره لتصير هيك حار، حطيت حر قرن، بعدين قليتهم كثير منيح، حطيت بقدونس كزبره سوري، حطيت كزبره، بعدين عملت صوص لحالها، رجعت حطيت فوق منه الصوص، رجعت عم بغليهم هلا أوكي. وهلا بدنا نحط كمان شويه لوز صنوبري سنوبر كمان. لا انا شفت الريحه شو طيبه، يا ريت الناس فيهم يشموا الريحه. يمي 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 انا صرت بنطرر الشيف هلا عم بعمل كتير كمان الشوكولا كثير اليوم شي ساعتين. هيدي كثير صحيه هون عن جد، هون صحي كثير صحي اكيد. اوكي وقديش مهم البهارات اللي بتنضاف عاده على الاكل؟ كل هدول البهارات هلا بيبينوا انتي انفلاماتوري ضد الالتهابات، يعني المطبخ المغربي هو من افضل المطابخ. هلا ما بعرف قد ايه قليتيها بالزيت بس بتجنن ريحتها كثير. وقديش لانا بسرع يمكن الميتابوليزم كمان البهارات. اوف اكزاكتلي هذه هي هلا حنحكي عنها. خلينا نشوف معك هيك، ننتقل لعندك ونشوف كيف ممكن نواجه المشكله يلي بنعاني منها بالليل واللقمشه بالليل والاكل exactly. بالليل. شو الاغلاط يلي بنرتكبها ليليا؟ نانسي انا هون بس بدي ضوي يعني سلط الضوء على بعض الاشياء اللي بناكلها عشيه. اوكي امرار بتعرفي اتس ايموشنال ايتينج بنسميه، هيدا هو. سالنا اكثر الناس اللي بفوتوا لعندي على العياده، اكثر منه اكثر الناس بياكلوا بالليل، يعني 99% تقريبا عملنا ستاتستكس خصوصا النساء عندهم اكل بالليل. سو انا مش بس باكل بالليل، انا بوعى جعان لاكل لارجع كفي نومي. ايه بعرف هذا الشيء بصير، حتى في ناس نانسي سكروا المطبخ حطوا مفاتيح على البراد. سو بس هون بدي اخبر قبل ما نروح على السكشن تبعيتنا الاشياء اللي نحن اكثر شيء قالوا لي بياكلوها وقد فيها كالوري. اوكي يلا حبلش. اول شيء الاشياء المالحه ما بيأثر هون، تشيبس تشيبس هذا الكيس الصغير اللي هو تقريبا 35 جرام قلبه 130 كالوري، اكثر شيء في دهون في بقلبه حصتين من الدهون. أوكي. يعني بدي اجمع لك مثلا اذا اخذ واحد شيء شوي شوي قد ايه بيكون جمع وحدات حراريه. أوكي. الملك كان لازم نبلش فيه هو الميكس نوتس. الميكس نوتس شو فيها هيدي قديش؟ كيس صغيره، هيدي الكيس الصغيره في بقلبها 813 كالوري منها 72 جرام. بتقولوا لي انه زيوت جيده، مزبوط زيوت جيده، انما هيدا الشيء كثير وحدات حراريه عاليه 100 كالوري، يعني اكثر من وجبه غدا. اكزاكتلي يعني هي 134 جرام في بقلبها 800 كالوري. اوكي هلا اللي شوي اخف عم نحكي الاير بوب بوب كورن، يعني انا هدول عملتهم على المشين على الهواء. الكبيه الوحده في بقلبها 30 كالوري، ونحن عاملين كثير حلقات عن البوب كورن، قلنا فينا ناخذ تقريبا ثلاث كبيات بتعادل حصه نشويات هي 90 كالوري. اوكي يعني كسناك هولي exactly. او فينا نتناول هذا الشيء بالليل، يعني هذا الشيء فينا ناخذه لانه قليل بالوحدات الحراريه، وامرار بنكون جوعانين بحاجه لوجبه خفيفه. هلا في هيدا الفستق قديش هيدي صغيره؟ ما فيها الا كم حبه، يعني كان بدي افتحها هلا بس ما حنعدهم، فيها 130 كالوري كلياتهم من الزيوت، بس لا غنيه كمان بالبروتيين، في بقلبها تقريبا 6 جرامات من البروتيين هيدا الكيس. اوكي بنكفي. في كثير ناس اجين عندنا ملك وملكه، في كثير ناس بحبوا البزر، وهذا اكثر شيء بعاني معه مع دايترز عندي انه بليز ما تاكلوا بزر. شفتي هيدي الكيسه عاده ماشي، عاده الواحد بيطلع بالكيس بتطلع انا هون exactly. عم بعبر 745 كالوري صحي زيوت جيده، انما كثير عالي بالوحدات الحراريه. حتى البزر الصغير والبزر الابيض بينتبه عليه ذات الشيء نفس الشيء.
اوكي بنكفي. هلا اذا نحن عبينا عاده في كثير ناس، انا ما جبت حلويات، هلا اذا بدك بحكي جايبه بسكوي وشوكولا وهالقصص هاي. كثير ناس بيروحوا مثل هيدا الحلويات اللي هي كثير عاليه بالدهون المشبعه، فينا نحن نستبدلها بفواكه او فواكه مجففه. هيدي الكاسه اللي هي كبايه في بقلبها 330 كالوري، كمان مش قليل. هيدي عاده نطلع فيها مثلا بنكون بسهره بنكون بضهره 100%. اوكي بدي كفي. هلا في كثير ناس بحبوا بيفكروا هيدا صحي، اوكي صحي بس بهيدي الكميه اللي هي 40 جرام، هيدي ال 40 جرام نانسي قد فيها كالوري بدون تزعبر؟ طلعت صدمتيني 184 exactly. يعني عن جد يعني وهيدي اذا الكاميرا قادره تشوفها هيدي نص كبايه في بقلبها 184 كالوري. هلا في عندي انا الشيء اللي بحبه كثير كثير وبنصح فيه، الجزر. الجزر، طب هيدي كلياتها وقد فيها فايبر؟ حلو، قد فيها بيتا كاروت، كاروتين، قلبها 50 كالوري. اوكي سو ذيس از ا جود سناك. تمام، هيدا عظيمه. كمان في عندنا اللبن، ايضا اللبن انا بالنسبه لي افضل شيء لاحتوائه على الكالسيوم، على البروتيين، كمان على البروبايوتكس، خصوصا قبل النوم كثير مهم. صح، عمليه الهضم بتصير هيك. هلا هيدي الكاسه مثلا حسب في منهم من منزوع الدسم، منهم فيهم ما فيهم سكر، ببلشوا من 55 كالوري لهيدي الكاسه 230 كالوري. لانا بشبع اللبن اذا بناخذه بالليل بنحس بشبع؟ اكيد، لانه حاب اقول لك شغله، كل شغله في بقلبها بروتين هي اللي بتسبب الشبع. اوكي اوكي. بلس شيء ثاني، ما هي نحن عم نحكي هذا ايموشنال ايتينج، ثلاث ارباع الوقت نانسي ما بيكون جوع، بيكون اتس ايموشن، مشان هيك نحن او فشه خلق او اكزاكتلي المايند سيت تبعنا انه نحن اذا بدنا نحصل على جسم جيد بدنا نخسر من وزننا، اذا عندنا وزن زياده بدنا نشتغل على راسنا. صح. هلا على السريع حتى ما ناخذ كثير وقت، جبت مثلا دي بسكوي، شفتي هذه البسكوي لحالها قد ايه صغيره؟ ممكن الواحد، في وحده قالت لي انا طلعت بباك لحالها 65 كالوري. لحالها هيدي عم بجيب عم بورجيهم الكميات لحالها، قلبها هيدي هيزل نوت بقلبها 50 كالوري تقريبا، والويفر اللي بقلبه تشوك اللي بيقولوا طب ما في ويفر يعني بقلبه وحدات حراريه قال، هيدي لحالها بقلبها 62 كالوريز. سو انا هون شو هيدا عنا؟ هيدا كمان شوكليت كمان عنا اكزاكتلي، هيدا الشوكولا الصغير اللي العالم كلها بتحبه. اوكي هيدا بقلبه 140 كالوري وكلياتها مصادرها من الدهون المشبعه ومن السكر، وهيدا اتس بروتين بار. هلا في شيء بعد هون بس في عندك هيدا exactly. شو نسيت جيبها هيدي، هيدي بروتين ريبليسمنت ميل كمان. أوكي. ممكن يكون جيد على شيء بقلبه بروتين. أوكي. بيعطيكي طعمه الشوكولا يعني خفف من الدهون. هون عم بتقولي ريبليسمنت ميل يعني بنستبدله بنستغني عن العشاء؟ لا لا، هن مسميينه هيك. أوكي. انا فور مي اتس سناك، انا بالنسبه لي لا شيء يضاهي او فينا نبدل انه نحن ناخذ بروتينات ونشويات من مصادر طبيعيه. فينا ناخذه مع العشاء؟ هيدا فينا ناخذه بعد العشاء 112 كالوري اكسبتبل لسناك كوحدات حراريه. طيب خلينا ننتقل على التيبل انا وياكي لنتابع موضوعنا هنيك وناخذ المزيد من التفاصيل منك. يعطيك العافيه شيف، شهيتينا. كيف بدنا نركز بعد؟ ما بعرف يعني. هاي روزاليتا، هاي لانا. تفضلي لانا. يعني عملتوا لنا جلطه صراحه بالكالوريز، هدول اشياء باخذهم انا هيك يعني بس اتسلى فيهم، مش عملت لهم حساب اكزاكتلي بوجبات الطعام خلال النهار. وقد ايه فيهم كالوريز لانا؟ قصدت روزاليتا نجيب من سناكس. هلا حنحكي كثير اشياء عادات غذائيه عنا بنعملها هي كثير غلط. من اكثر شو قصدي غلط؟ غلط بمعنى بتودي لزياده الوزن. طيب اول شغله بنعملها هو الانسان انه ما يحصل شوف الصور هيك exactly. شوف بنشوف مجموعه من الصور حضرتي لنا اياهم. يلا هون اكثر شيء ممكن نغلط بحق انفسنا، انا عارفه انه في حدا هلا عم يتسمع علي ويضحك، انه ما ننام كفايه. اوكي حقلكم ليش، وين الغلط بالموضوع؟ يعني شو اهميه النوم لنا؟ اكزاكتلي اذا نحن ما نمنا كفايه تقريبا عندنا من 7 لـ 8 ساعات، اول شغله بتصير الميتابوليزم يعني ببطل يشتغل. مظبوط، ببطل يشتغل. هيدي واحد. ليش؟ انا والنوم عندي مشكله. اثنين، شغلة تانية هي هرمون الكورتيزول بتعلى، هرمون الستريس بتعلى، بتكوني كل النهار انت مضايقة، أو هيدا الشيء بيودي انه الانسان بيخسر نشاطه، مشان هيك كمية النوم كثير مهمة. شغلة أنا مخليتها كنت لآخر شيء بس هلا دغري حقولها، ساعة النوم كثير مهمة. خليني أقول لكم شغلة قبل 12 على 11 اكزاكتلي، حخبرك ليه. بتعرفي ليه؟ ليه؟ اوكي. طيب بدراسة انعملت على خلال سنين طويلة على
بوبوليشنز عديده، شافوا انه الهرمونات اللي بتشتغل انها تكسر يعني الانسولين الكوليسترول انها تكسر الاكل بتشتغل على حسب الوقت. اكثر شيء نحن الميتابوليزم تبعنا قوي عند الصبح وعند الظهر. مشان هيك عند الليل هدول الهرمونات they slow down. الهرمون اللي بتشتغل بنانسي بالليل هي هرمون النمو. اولادك بيكبروا بالليل هن ونايمين، شعر بيطول، تجدد الخلايا، العضل بيقوى. مشان هيك كمان انعمل عليها هالهرمون قد ايه سنسيتيف، انه شافوا انه هيدي الهرمون ما بتشتغل الا على الضوء كومبليتلي، يعني الناس اللي ناموا بشويه ضوء كومبيرد للناس اللي بيناموا بلا ضوء لاقيهم عندهم شوي اوفر ويت. مشان هيك النوم كثير كثير مهم، والنوم الجيد مش المخربط. طيب شو قصه القهوه لنا؟ اوكي، من الاشياء اللي بنعملها انه اللي بتخربط النوم ناخذ كافيين، هذا الكافيين بياثر على نوعيه النوم وكثير امرار. يعني احنا ممكن ناخذ قهوه بس في كثير انواع من القهوه او من المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين فيها كثير كمان سعرات حراريه عاليه وممكن تؤدي اذا زدنا للسكر. اوكي حلويات، خلينا عم نحكي عن الحلويات. كثير ناس ما فيهم يناموا اذا ما اكلوا حلو. كنا نحن عم نقول انا هيك عندي بحب يعني بحب انا بفضل مالح مثلا. اذا حدا حابب ياكل حلو معلش فينا نستبدلها بقطعه فواكه. حتى فينا ناخذ جزر مثل ما نحن هلا حكينا فيها وحدات حراريه اقل. وبلس انه عندك هون سكر ودهن حيجيكي هلا سلايدز قبل، بس مشان ضيق الوقت انا حاحكي دغري. نحن لما ناخذ وحدات حراريه عاليه واحد اثنين، هالوحدات الحراريه مركزه بالدهون، ما انت ما عندك وقت لتحرقيها، انت دغري هيدي الدهون بتروح ستورد يعني بتروح على الفات سيلز بلس الكوليسترول، ثاني نهار بيقلبها خصوصا اذا الدهون مش جيده يعني اشياء مثل اكزاكتلي يعني اشياء مقليه دهون مثل التشاينيز اللي عم نشوفها الصحن هيدا التشاينيز حقول لك بس شو قصته بس تكفي فكره الدهون انه نحن بدنا ننتبه بالليل اكثر شيء ناكل خضره وبروتيين، بروتيين صحي. اوكي يعني مثلا مصدر دجاج، مصدر دجاج، سمك، لبنه جبنه بس منزوع الدسم. اوكي هيدا الطبق انا جبته مشان قصه سبايسز، كنا عم نحكي عن سبايسز بهارات. هي سبايسز مثل ما قلتي نانسي كثير منيحه للميتابوليزم، بس وقتها انه نحن ناكلها خلال الليل. كثير ناس لما ياكلوا سبايسز ويناموا هذا الشيء بصير عندهم هارد بيرن يعني حرقه كثير قويه ما بيعود فيهم يناموا، فتنا بالسايكل اللي هو انه لو قلت نوم زياده اكزاكتلي. اوكي من الوجبات اللي كثير ناس نحن بنظهر مقليه اكزاكتلي ومقليه وبناخذها كمان ذا فاكت انه عم ناخذ شيء هالقد مقلي ومزيد بصير في عسر هضم غير انه بيتحول كله لدهون. اخر شغله انا بقولها هيدي قصه الولد عم يتفرج على الكمبيوتر، في شغلتين نحن بنعملها كثير كثير غلط، الكمبيوتر والسيلولر. انتم بتعرفوا انه هيدا الشيء برهن انه الضوء الازرق تبعهم ممكن ياثر يودي لقله نوم، مش ياثر على نوعيه النوم بس بيؤدي لقله نوم. مشان هيك افضل الانسان قبل ما يتوجه للنوم انه يريح يقرا كتاب، يتسمع على الميوزك. واخر شيء كنا عم نحكي مثل ما نانسي كثير ناس صدقيني يعني تعرفت على كثير ناس عندهم اياها انه يفيقوا او يروحوا ياخذوا سناكس بالليل. ورجيتكم هلا كل سناك قديش فيها كالوريز، قديش فيها وحدات حراريه ممكن من الدهون. لما نحن بدنا ناخذ سناك افضل سناك ناخذه اشياء مثل الخضره او اللبن، او اذا كثير عبالنا بوب كورن نبتعد من سناك اللي فيهم وحدات حراريه عاليه. يعني لازم نحضر لها شوي قبل ما نفوت ننام، هيك بنسهل علينا كل الامور. قلتي كلمه كثير مهمه عن جد، نحن لما بنعرف حالنا انه عندنا هيدا الضعف وممكن نفيق بالليل وما ما نحضر صح. نحط باسكت بالبراد في بقلبها الاشياء اللي نحن بدنا ناخذها. نصيحة أخيرة لنا قبل ما نختم؟ نصيحة أخيرة بليز ناموا منيح. وإذا اللي ما قادر ينام في شغلة إنه بيقدر يعمل رياضة، الرياضة هي بتسبب إنه الإنسان يقدر ينام منيح. يلا نانسي أنا وياك سبورة الجمعة. سوا. ثانك يو لانا، استفدنا كثير أكيد من هالفقرة، وهيك في أشياء عن جد لازم ننتبه لها. مشاهدينا بريك وبعده منتبه، خليكن معنا.
شو هي ابرز اساليب واستراتيجيات التعليم بالمدرسه والجامعه؟ هذا هو موضوعنا التربوي لليوم مع ضيفتنا الاستاذه الجامعيه والمتخصصه بالتربيه والتعليم نادين جودي. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. كيف بدك دكتور؟ ان شاء الله. اذا الله راد. بدايه شو هي عناصر التدريس او التعليم؟ عناصر التدريس والتعليم هي كثيره، ولكن اساسها مثل بتخيل انا الطاوله اذا عندها اربع ركائز، اذا واحد منهم بتصير بتهز. اكيد بده يكون في عندنا الاسلوب، وبده يكون في عندنا اول شيء بنبلش بالهدف، وبعدين بده يكون عندنا الاسلوب، وبده يكون عندنا الوسائل والتقييم، وكلهم يكونوا مترابطين. بنحدد الهدف وبنختار استراتيجيه اللي تتماشى مع الهدف، لانه كل هدف استراتيجيته بتختلف عن الثاني. طيب شو بنعني باستراتيجيه التدريس نادين؟ هلا استراتيجيه بشكل عام هي كانت مصطلح عسكري، اللي هي خطه. استراتيجيه التدريس كمان هي خطه التدريس، اكيد هي تحت منها بيندرج الاسلوب وطريقه التعليم. لما نختار وسيله نختار اول شيء، بس اقول استراتيجيه يعني انا عم بختار طريقه اوصل فيها لقلب الولد ولعقل الولد لحتى يفهم شو بدي، يفهم الهدف، وصل له الهدف. طب يعني مثلا كيف بتكون هالمواصفات الاستراتيجيات؟ يعني هلا نعطي اكزامبل استراتيجي معين. الاستراتيجيات هي كانت قديمه نقول التلقين، اللي هو فوت الاستاذ يعطي المحاضره ويظهر. اما استراتيجيات القرن 21 هي التعليم النشط، اللي هي بتكون بتركز تتمحور حول التلميذ، مثلا عمل المجموعات، المشروع، الرحلات الميدانيه، هول كلهم استراتيجيات. اذا في عندنا شيء اسمه العصف الذهني اللي ببلش نساله هو شو بيعرف، نبني على المعرفه اللي هو بيعرفها وبنبني معه المعلومات. فبس نقول مصطلح استراتيجيه هي الخطه اللي عم تمشي عليها المعلمه لفتره معينه لتوصل لهدف، وهي اساسها بده يكون قديش نقدر نفعل التلميذ داخل الصف ويتحرك ليطلع هو بالدرس، يطلع هو يكتشف المعلومه، هي بتكون استراتيجيه. طيب اذا نحكي شوي عن مواصفات التدريس الجيده، شو كيف بتكون؟ الطريقة استراتيجيات هي كل ما خلينا التلميذ يشتغل اكثر وخففنا حكي نحن، كل ما هي بتكون عم تعطي نتيجه اكثر. يعني من اي ناحيه؟ اذا بدنا نعطي دغري مثل اكزامبل، اذا انا هلا بوجود الانترنت، خلينا ندمج الانترنت ومع الاستراتيجيه. اذا انا حددت له بحث، اذا هو عم بيروح يفتش لحاله على ويب سايت معينه ممكن يضيع. في عنا طريقه التقصي والاكتشاف اسمها، ممكن المعلمه تعطيه هون مشكله معينه وهيدي المشكله تعطيه ويب سايتس معينين حسب العمر، ممكن تعطيه صور، ممكن تعطيه ويب سايتس معينين، يفوت على هي الويب سايتس ببلش يجمع معلومات حول الموضوع ليلاقي حل. يعني هون بكون الولد عم بيستلذ بذات الوقت، يعني في نوع كمان في تسلية شوي، مش هيك تركيز. ليرنينج ثرو فان اكيد، وهون بس راح يشتغل هو جاب المعلومه، ممكن يجي يشاركها مع رفقاته، من بعد ما يشاركها مع رفقاته نتاكد منها من خلال ترسيمات موجوده معينه داخل الصف، مطابقه المعلومات، المناقشه، الحوار. بنرجع منها بنقدر نعمل نحن بروجكت هاند ميد اون ديمونستريشن، بيقدر يعمل هو بروجكت بعدين يعمل عرض هذه البروجكت. كلها هي بس نقول عنا انشطه تندرج تحت الاستراتيجيه الكبيره، هي طريقه تتجسد بانشطه ومنترجمها داخل انشطه داخل الصف. طب بس سؤال نديم، برايك الولد وقت يكون عم بينبش يعني عم بيفتش وعم بيشوف هالصوره وعم بيقرا عنها بيحفظها اكثر، تترسخ اكثر بذاكرته؟ الطبيعي، لانه نحن اذا بنحكي كمان على انواع المتعلمين، في عنا البصري والفيجوال والاوديتوري وكانستاتيك، اللي بيتحرك، اللي بيحب يشوف، اللي بيحب يسمع، وفي بيجمع الثلاثه. بس يكون داخل الحواس معه بتوصل المعلومه اسرع بكثير. نحن اذا خبرتينا خبريه ممكن القطا، واذا شفتها ممكن احفظها اكثر، بينما اذا انا اشتغلت وفتشت عنها وتحركت اكيد منعيش اللحظه اكثر، نتعلمها اكثر. طب نادين، هل في معايير معينه لحتى نختار استراتيجيه مناسبه لهالولاد؟ في معايير للاستاذ. معايير للاستاذ اللي هو كل ما نوع بالاستراتيجيات كل ما وصل للتلاميذ اكثر. ما في معيار ثابت الا لنقول نحن في عنا قديش قدر التلميذ هو يطلع بالخلاصة الدرس، هو يعيد الدرس، لعب الأدوار، التمثيل، تشوف الشيء المنتوج قدامك. ما في يقول أنا بس على الورقة عم بجاوب صح وغلط. كل ما شفنا البرودكت قدامنا أكثر، المشاريع قدامنا، كل ما بنقول هي استراتيجية فعالة، لأنه التلميذ مش بس
هون حتى ما نكتر حكي بالموضوع النظري، اذا انا تلميذ ولد عندي سالته شو عواصم البلدان بسمع لي اياهم كلهم كون مبسوطه منه، الام بالبيت بتزقف له، حتى رفقاته ممكن يزقفوا له، بس مش هيدا الهدف، ما هدفنا حفظ المعلومه بس نوصل لمستوى الحفظ، ولا يفهم سؤال سين سؤال جيم جواب يلا برافو لقيت الجواب. مرات بيفهم بيحفظوا من دون ما يفهموا ناس كثير مرات كثير يعني هيك الروبوت كثير مثل الروبو انه بحفظ بجاوب هيدا هو اذا غيروا له شوي بدي للسؤال بدي. هلا بالفتره كان عندي مراقبه باحدى الجامعات بيقول لك باي فقره، بس فيني اسال رفيقتي بس هيدي باي صفحه موجود، طب انه حتى اعرف هيدي من اي درس فيجوال بتكون هيدي ببعض الجامعات اللي هو بيكون عم بحكي عنها بيكون في التعليم الفردي اللي هو لحاله عم يدرس، اما بالجامعات اللي بيطبق فيها البروجكتس والمشاريع بصير بيقدر يربط المعلومات. كنا عم نحكي انه الاستراتيجيه الفعاله اذا في معيار لها ايه هي اللي بتعتمد ان نرتقي من المستوى التفكير الادنى للتفكير الاعلى لحتى نوصل يعني اذا نترجمهم لنخلي الولد يحلل ويركب ويقيم. شو بده يحلل؟ طيب. شو يعني بين التعليم المباشر والغير مباشر؟ التعليم المباشر مثل ما كنا عم نقول 1+1=2، نعطيه يحفظ الاشياء يرددها من ورانا مثل الببغ مثل ما حضراتكم قلتوا، هذا هو التعليم المباشر. اما التعليم الغير المباشر هو اللي بيكتشف الرساله بيعتمد على الاكتشاف يلي بيعتمد هون كنا حكينا على التقصي وعلى البروجكتس، اذا بده هون اللي بيعتمد على تحليل المعلومه بشوف اوجه الشبه اوجه اختلاف بين المراجع مختلفة بين صور مختلفة بيقدر هو يبتكر هو يألف جملة هو يكتب نهاية للقصة يقدر هو يغير الشخصيات بالقصة ياما بالامتحانات صح صح غلط غلط بجاوبك إذا قلتي له اكتب جملة بتلاقيه خلص وقف ما قادر يعطي لأنه نحن ما كنا من الصغر عم نشتغل على استراتيجيات التفكير على يعني. كنا عم نشتغل على استراتيجيات تعتمد سؤال وجواب أسئلة مغلقة فكنا عم نحكي على استراتيجية انه اهمنا الوحيد يوصل الولد هو يقيم حاله ليقدر يقيم حاله بده يكون قادر يقيم المعلومات اللي عم يتعلمها يقول انا والله فهمت هذا الدرس لانه هيك هذا الجواب صح لانه هيك دائما يعطينا السبب. طيب نادين شو الفرق بطرق التعليم بالمدرسة وبالجامعة؟ في كثير مشترك مثل عمل المجموعات بيطبق باثنين عنا الاستقراء العصف الذهني اللي هو ببني على المعلومات اللي عنده اياها الكرافت كلهم موجودين باثنين اما بالجامعات شو عم بيصير اكثر من المدارس بيكون في مسابقات باثنين موجودين ولكن ممكن يكونوا شوي انترناشونال بالجامعات على مدى اوسع اللي عم بيصير الزياده هو انه عم نجيب ناس اخصائيين على المدرسه وعلى الجامعه انه عم يعطوا دورات للمعلمات وللولاد لانه الولد امرار بياخذ المعلومه اسرع بطريقه اسرع من حدا غريب غير من المعلم يعني انا كل يوم بوجه لنانسي خلص ما بقى تتقبل انه انا شو عم بقول تستوعب بينما اذا بجيب حدا ثاني ممكن يشد النظر فهذا الجست سبيكر بيقدر يعطي معلومه بطريقه اسرع من خلال لنا ورش العمل يلي هي المقصود فيها هون انه هن الاولاد ممكن يعملوا بروجكتس او بنجيب حدا يدرب الاولاد على شيء مهاره معينه. طيب باختصار نادين هيك تنختم الفقره شو دور التلميذ وشو دور الاستاذ؟ دور التلميذ كل استراتيجيه بيختلف العبء اذا على الاستاذ او على التلميذ، دور الاستاذ خلينا نقول هو ما يكون بقى هو السنتر، بده يكون هو عم بسهل المعلومات بده يكون هو بس عم بحفز ويشجع الاولاد ليكتسب المعلومه. شكرا نادين ميرسي ميرسي نادين دائما فقراتك تثقي في ان شاء الله بنشوفك قريبا بس كان معنا شويه صور يمكن كانوا عم يقطعوا قبل شوي مرقوا كلهم هن بيمثلوا يعني في هون اذا بدي احكي على بس مرق شغله انه كان في الزيارات الميدانيه ويلي هي نجيب الاكسبيرمنتس على داخل الصف او ورش العمل داخل الصف على المدرسه مثل هون في عندنا مرق صور كثير فعال يا ريت كنت قادره اعلق عليه وما كنت عارفه انه عم يقطعوا اذا بيعطوني اقل من ثانيه علي يلا يلا تفضل اكيد اوكي مثل هيدي الطوافه هو التلاميذ عملوها مشروع بروجكت بالال اي يو عملوها التلاميذ هيدي مثلا هون شكرا مدرستي عملوا انه التلاميذ شكروا مدراء المدارس اللي تخرجوا منها هاي محاضره علميه جبنا حدا عم يعطي ذو اختصاص هون عن السكر الندوات لانه من الكتب ما بيتعلموا بطريقه مباشره بيتعلموا هون كنا عن طريقه غير مباشره اوكي
كمان كنا بالمدرسه، كمان في صور عن المدرسه انه قلنا الزيارات الميدانيه لما الولد يروح تاخذيه لبرا بيقدر يتعلم اسرع. مثل هيدي حابه كنت كثير اعلق عنها لما كان القمر قريب على الارض، هون جابوا التلسكوب على المدرسه وجابوا الطلاب بالليل على المدرسه بمدرسه اركاديا ليقدروا يشوفوا. هيدي كانت كثير شيء نادره لانه الشيء الابستراكت ما بيقدروا يشوفوه، انما على الارض بيقدروا يشوفوه. وهيدي الزيارات الميدانيه كمان باركاديا، يعني من هون اهميه الوركشوبس والاشياء الانتراكتيف. فاللي كنا عم نحكي الترجم بالصور، سوري ما انتبهت انه كانوا عم يقطعوا لعلق عليهم. فريق الاعداد بعتذر منكم، اهلا وسهلا. ثانك يو، اهلا وسهلا. بريك وبعده بنكفي، خليكم معنا. بلايف وبنختم حلقتنا مع موضة الفتيات الصغار وعالم السحر يلي بيحيط فيهم مع ضيفتنا مصممة الازياء ديانا أسأس. اهلا وسهلا فيك ديانا. كيفك؟ مش الحال؟ ديانا دائما بتزورينا هيك بتعرفينا على اخر ابتكارات الصغار عندك، كيف عم تشوفي انه عم تتطوري بهالمجال؟ وهل توقعتي ديانا انه رح توصلي لهون؟ اول شيء كيف بتطور؟ بتطور بالاشياء اللي دارجه، بشوف شو صيحات الموضه، شو قادره اشيل للكبار، باخذ منها بستوحي وبعملهم للصغار. يعني هلا دارج الريش مثلا فوتت ريش، دارج الشورفسكي على الخفيف فوتنا، امبرويدري، كل شيء هيك قماشات مميزه للكبار بستوحيها انا وبعملها على طريقتي للصغار مينيمي. وحسيت انه عم بيتطور عملك، يعني عم بيتغير من مره للثانيه، عم بتفوت يمكن تفاصيل اكثر. ايه اكيد اتطور، وما توقعت انه عن جد العالم تحب وكون عن جد يعني يكون مميزه من عن غيري بالبرنت ولا بالقماش ولا بالديزاينز السيمبل بات شيك. ما توقعت عن جد الحمد لله. يعني ديانا بتحسي هالصبايا الصغار عم تجذبهم الموضه هلا، يعني الريش وهالالوان؟ اكيد ولقوا سرشو انه ما بدي البس مثل رفيقتي. كمان قبل مثلا لا انه انا لابسه، ايه انا لابسه هيك، رفقاتي كلهم كانوا يلبسوا هيك، هلا كل شيء تغير انه انا بدي اكون سبيشل، ما بدي اكون مثل رفيقتي. تغير الزمن، كل وحده بدها هير اون اوتفيت، انه اوكي نفس البيرث داي بس انا هيك وهي هيك مثلا، عرفتي كيف؟ حلو. ايه كل وحده بالموضه كثير عن جد. يعني طب هل عم بيطلبوا مثلا يكونوا مثل امهم؟ لانه هلا كثير ناس عم نشوف بعد ما الام مثل البنت. ايه مره يمكن وحده طلبوا مني بعدين لا، لانه شافوا انه فايته فيها بس للكيدز، يعني بفضل انه بس للكيدز فور ناو، يعني لحتى بس انه تو بوست ماي سيلف انه لفتره انه صير نون انه ميني مي للصغار، وذ تايم ممكن فوت، بس انه هلا فور ناو ما لي سنه فخليني بعد رجيني صغار. ما بدي رح نبلش مع الصبايا المودلز اللي أوكي. معنا اليوم البنوتات الحلوين ونشوف هيك اكثر الاوتفيتس اللي حضرتي لنا اياهم. اهدم شيء الفاشن شوز مع الصغار. حياتي انا اسم الله كمان ليك اللي نات انت. انا رح مشيك، قربي لامشي انا وياكي، خليني اقرب شوي تاخذنا الكاميرا، يمكن العوينات اذا بيعلوا الميوزك شوي نقف هون. اوكي شفتي حالك هوني؟ خبرينا عن هذا الاوتفيت. اوكي هذا الاوتفيت بقلبه البرنت البيبي بيبي فلاورز، بقلبه اللون اللي هن بحسين ووتر كولر، من ميله طويله ميله قصيره، وحبيت احط لها كروس باك، بعمل اكسسوارز بس اليوم حبيت احط لها هالشيء. والريش على الكتاب اللي ما بيزعج ابدا، هذا على فكره ريل فادر، ريل فادر وما بضايق الولد ابدا ابدا. ايه وهيك حطينا كونفرس جرين كمان تبع له الالوان. ايه جزدين تابع لإله. ايه كمان بس تبرم ليك كثير مهضوم في لإله بس نفرجي ريم الباك اذا بدك هيك. اوكي له 3 دي من ورا لانه درج الميتاليكس حلو. عملت هارت 3 دي من ورا، عندي كمان انجل وينجز كمان اللي بحب كثير حلو. تعي تنروح انا بيزبط على بيرثدي، بيزبط على عيد، على اي مناسبه كمان.
طيب هل بتلاقي انه مثلا التياب الخاصه بالشتاء اكثر بدها شغل من التياب يلي للصيفيه؟ اي بالشتاء بتحسي انه اصعب. هون كانت اسرع، هلا بنرجع للسؤال تنشوف هون موديل موديل جاي حاجه جاي بوزيت كثير حلو عم نشوف هيك هالنقشه الجزائر كمان هيدي نزلتها بالكريسماس اوكي ما شرط انه بس نلبس كريسماس فينا نلبسها امتى ما كان وهولي كمان في دريس زبتله شوارفسكي نفس اللون اللون البيربل الفاتح كمان فوتنا من فوق حتى يعطي جليتري لوك اوكي مهضوم كثير وهون ممكن انه اذا السيده بدها توصيك يمكن على الجاكيت يتناسب ايه هلا عملت يتناسب يتناسب مع الاوتفيت بيمشي الحال اكيد اوكي عملت كثير بومر جاكيت وهلا بعدنا عم اشتغل عليهم كمان كفايه لسبرينج سمر 2017 وشو الاكثر الوان عم تعتمديها ديانا؟ فور ناو والكل شيء باستيل كولرز مثل ما شفنا قبل اكواتيك كولرز وهلا الموف وهون شو عم نشوف؟ هون اليس ان وندرلاند دريس كثير بيرفكت فور ذا بيرثدايز فيها تعمل الكيك كمان اليس الثيم الباك جراوند كله باكج بيجي يعني تشتغل على هذا كمان بنشوف بهالفستان الايبولات عم تشوفيهم الايبولات مثل من زمان اكزاكتلي لانه اليس اصلا اذا بتحضر الموفي كثير بتستوحي منه هالادجي لوك هيك صحيح الكتاف هيك شوي رجعنا لورا بترجعنا شوي لورا طيب بعدهم الصبايا هيك بيربدوا صوب التنوره التوتو ولا مش قد الاول؟ بلا بيربدوا كلاسيك هيدي هيدي يعني مثل ما قلت هذيك المره انه اتس ماست هاف بكل خزانه بنات وبعدها بتنطلب بس شو بعمل انا اي ميك ات اون واي تتميز عن غيرها بحط امبرويدري بحط شورفسكي بحط ما بعرف كثير فوت اشياء فيها يعني حتى باتشز تكون سمبل بس انه تكون ديفرنت عن غيرها مش انه هي شايفينها وحتى اللايرز بغير فيهم يعني يا امرار بتلاقي توتو هالقد يا بتلاقيها هيك واقفه كثير واقفه ايه والالوان تلاقي لايرز يعني عاده ألوان. اللون هو كلاسيك روز ولكن اوقات يمكن تعتمد غير الوان تتميز ايه الوان الوان هلا بتشوفوا اوكي, أوكي. يلا الصبايا جاهزين كمان نكفي الفاشن شو رح نتابع معهم يلا بفتكر هول الهالوين كمان قطع اوكي اوكي هون ديانا اوكي هون عندنا اليونيكورن اوتفيت اتس فيري هيك سمبل عملته كله برنت لانه هلا حلو فكره اليونيكورن كمان كثير بحب اليونيكورنز وعلى فكره كل اوتفيت له ستوري عندي انا وبتسميه؟ لا خلص ايه. يونيكورن لانه فيني هيدا مثلا شو قصته؟ هيدا قصته انه انا كثير بحب اليونيكورنز وان شاء الله عيد بنتي بدي اعملها يونيكورنز وكمان كثير دارج اليونيكورنز فحبيت انه غيره بهالستيل بهالطريقه هون التيجي اللي حطيت عليهم الباتشز مثل ما كنت عم تقولي قبل امبرويدري باتشز كله تطريز حلو لحظه وين رايحه بعد هاي باي ايه بدنا نشوف الاكسسوار على هون بنتي هي الموديل اليوم شيز ا دانسر وحتى الهيد باند شاطرة كثير الهيد باند ايه اشتغلت عليه هيك اوكي والاكسسوار كمان على سمبل بس ريلي شيك يعني فيها تلبسه على تعميد مناسبة يمكن يعني عيد ميلاد على عيد على عرس حتى في على عرس مش ضروري بقى للبنت انه تلبس فستان عرس مثل العروس نعم خلص يعني طلعنا شوي عن الاشياء الكلاسيك والاشياء اللي تعودنا عليها اوكي هون وصلنا للعمر 10 سنين يعني هذا اخر لوك اخر لوك فور ناو للعشر سنين عمرها هي كان البيرثدي تاعها يسترداي فقدمت لها هيدا الشيء هابي بيرثدي ليا كل الستارز و اتس ريلي ادجي روكي ستايل لانه بعمرهم ما حيلبسوا بقى كثير جيرلي وفي بنات بحبوا يلبسوا اللون الاسود يعني بتلاقيهم يعني تنبعد شوي بنرجع بنقول عن الكلاسيك والروز يلي تعودنا عليه حبينا نغير انه هي لانه عمرها 10 سنين حبيت اعمل لها اياها من الاول انا عم بتطلع على الباك بدي اسالك عنه ثانك يو هيدا الباك شو بتخبرينا عنه؟ اوكي من تصميمك اكيد اكيد هذا العمر مثلا 4 years كثير مهضوم فيني تعلقوا عليه بوم بومز كل الالوان وهن كاستم ميد يعني بيطلبوا الثيم اللي بدهم اياه اتس ا بيرفكت جيفت مثلا انه على عيد صاحبتها او شيء تهديه اياه و يعني تنبعد شوي كمان عن الباجز بنغسل كمان كلنا بنشتريهم وبنشوفهم لو غسلتيه 100 مره ما بيصير له شيء و ثانك يو ميرسي لك ديانا هيك انبسطنا انه تعرفنا على الكولكشن الخاصه فيكي واكيد بتمنى لك كل التوفيق بس ما رح تروحي من قبل ما نتغدى قبل ما نتغدى سوا اوكي قبل ما نتغدى سوا وجرح قلبي فراح لا تنكد
لذة المشتاق في جمر انت وجد لا حرق ضلع انت وان باقي الضلوع نستدعي الشيف لعنا تخبرنا عن وصفة اليوم. تفضل الشيف. شيف حنان داوود، اكيد بشرفنا حضورك دايما. تفضل الشيف. اول شيء عملنا طواجن مش مغربي، لبناني يعني. عملنا سمكة حارة، عملنا الفيلي تبع القز، عملنا الصلصة لحالها يعني مثل ما خبرتك، الفليفلة حمراء وحلوة وهيدي، قلينا البصل والثوم، رجعنا حطينا فليفلة بندورة، حطينا ملح بهار، حطينا نتفة حار، حطينا فليفلة قرن حار، رجعنا قليناهم، بعدين حطينا الفيلي شويناه، حطينا تحت بصل وجزر رح تلاقوه كل ما بس ما نحل الفيلي، رجعنا حطينا الصوص، خليناه يغلي شوي بالطاجين، رجعنا حطينا اللوز صنوبري. اوكي وصحتين قليتيهم كمان. ايه وطبعا الديسير كمان، الديسير شوكولا، تارت شوكولا مع نوازيت، وحطيت معه صوص كراميل اللي بيحب. ميرسي شيف، ميرسي، يعطيك الف عافيه. ثانك يو لحضورك معنا، ميرسي. صحتين. وثانك يو لك كمان ديانا، كمان ميرسي مره جديده نادين لك، والف صحتين. ثانك يو. والشكر الاكبر بيكون لكل المشاهدين اللي تابعوا حلقتنا. ما تنسوا تلاقونا بكره بنفس الوعد، بنفس الموعد، كونوا كتار على الموعد. وعد. I'm taking my heart, I'm shooting.